أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على تداعيات معركة ألغام ميليشيا الحوثي وضحاياها من المدنيين. كشف مرصد الألغام عن مقتل 484 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز منذ العام 2015. وأوضح المرصد في إحصائية حديثة أن ضحايا الألغام توزعوا بين 162 طفلا و117 امرأة و205 رجال، كما تعرض أكثر من 1200 مدني لإصابات وتشوهات وإعاقات، بينهم 480 طفلا وامرأة. ولفت المركز إلى أن محافظة تعز هي أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمجاسات الضوئية والكهربائية الحرارية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الانعكاسات الإنسانية لحرب الألغام على المدنيين؟ وكيف أثرت زراعة الألغام على سير المعركة في تعز؟ قبل النقاش مشاهدينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. ألغام الميليشيا حرب مستمرة وضحايا جدد يسقطون تباعا في معركة لا تزال نتائجها مؤجلة. وفي هذا الإطار كشف مرصد الألغام عن مقتل 484 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز منذ العام 2015. وأوضح المرصد في إحصائية حديثة أن ضحايا الألغام توزعوا بين 162 طفلا و117 امرأة و205 رجال، كما تعرض أكثر من 1200 مدنيا لإصابات وتشوهات وإعاقات، بينهم 480 طفلا وامرأة. ولفت المركز إلى أن محافظة تعز هي أكثر منطقة يمنية مزروعة بالألغام، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمجسات الضوئية والكهربائية الحرارية. وحصدت ألغام الميليشيا أرواح المئات خلال الأعوام الخمسة الماضية من عمر الصراع في عدد من المحافظات اليمنية، ولطالما اعتبرت المنظمات الدولية حرب الألغام بأنها جريمة ضد الإنسانية. لنقاش أوسع ينضم إلينا من تعز الناشط الحقوقي ياسر المليكي. مرحبا بك معنا سيد ياسر. أهلا بك وبالسادة مشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك. إذن مئات المدنيين سقطوا جراء الألغام التي زرعتها الميليشيا في محافظة تعز. بداية، هل لديكم إحصائية حول عدد هؤلاء المدنيين الذين سقطوا وأيضا عدد الإصابات جراء الألغام؟ بالتأكيد هذه الحرب التي تشهدها المحافظات اليمنية منذ 2014 وتحديدا من بعد سقوط العاصمة صنعاء واجتياح جماعة الحوثي وقوات صالح لعدد من المحافظات اليمنية، استخدمت قوات الحوثيين وصالح هذه الوسيلة أو هذه المادة أو هذا السلاح كسلاح حربي ضد خصومها وضد المدنيين وضد من تعتبرهم يستهدفون مشروعها ووجودها في كل المحافظات والمناطق اليمنية التي دخلت فيها هذه القوات. هذا السلاح بالتأكيد هو سلاح منفلت وهو سلاح غير مشروع من الأساس. وبالنسبة لما يتعلق بهذه الإحصائية التي أصدرها المرصد اليمني للألغام، أعتقد أن هذه الإحصائية منطقية ومقبولة، وهي تصيب الحقيقة من حيث أن هذه الإحصائيات التي أصدرها هذا المركز عن الألغام في محافظة تعز، هو فعلا محافظة تعز أكثر المحافظات اليمنية المزروعة أو الموبوءة بالألغام التي زرعتها جماعة الحوثي وقوات صالح إبان تحالفهما، وجماعة الحوثي بمفردها بعد انقضاء تحالفها مع قوات صالح. محافظة تعز هي أكثر المحافظات اليمنية الموبوءة بالألغام وفقا
لكثير من الخبراء والفرق الهندسية المختصة بنزع الألغام في هذه المحافظة، فإن أكثر من 7000 لغم كانت مزروعة في خلال 3 سنوات حتى منتصف 2018 وفقا لتقرير أذاعه ركن الهندسة العسكرية في محافظة تعز طاهر حميد، وهو نفسه الذي قتل وهو يستخرج هذه الألغام في منطقة نهم في محافظة صنعاء، قال أن محافظة تعز هي أكثر المحافظات اليمنية وقتل بسببها إبان تصريحه هذا أكثر من 700 قتيل. نحن نتحدث هنا عن مدنيين وعسكريين، بالتأكيد أن كل ضحايا هذه الألغام وخصوصا الألغام المضادة للأفراد كل ضحاياها يعدون في نطاق الضحايا سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، باعتبار أن هذا السلاح غير شرعي يجرم. سيد ياسر، إذن كيف يمكن تقييم عمل الأجهزة أجهزة الجيش وأيضا فرق نزع الألغام داخل المدينة؟ لماذا استمرت معاناة المدنيين مع هذه الألغام حتى اللحظة؟ أستطيع أن أقول أن القوات العسكرية أو الجهات الحكومية بشكل عام كانت تعمل بتباطؤ نتيجة لافتقارها الكثير من المعدات والخبراء والمتخصصين في نزع الألغام خصوصا في السنوات الأولى لهذه الحرب التي شنت على هذه المحافظة. لكن ما يحسب لهذه الفرق أنها منذ منتصف 2017 تقريبا كثفت من وجودها، دربت كثير من الشباب الذين تطوعوا لنزع هذه الألغام مع أنهم حديثو عهد بهذه المهنة، لكنهم تطوعوا ودربوا وعملوا في هذا المجال. استطيع أن نقول أن هذه الفرق برغم بدائية ما يمتلكونه من وسائل وأدوات وتقنيات إلا أنهم استطاعوا تطهير كثير من الأحياء المدنية وسط مدينة تعز وخصوصا في منطقة. إذن دعني سيد ياسر أنقل هذه النقطة لضيفي المتحدث العسكري باسم محور تعز العقيد الركن عبد الباسط البحر. مرحبا بك معنا سيد عبد الباسط. أيضا الاتهام موجه لأجهزة الدولة أو أجهزة الجيش بالتباطؤ في عملية نزع الألغام داخل مدينة تعز، وهو ما يساهم في ازدياد عدد الوفيات وحالات الإصابة بهذه الألغام. حياكم الله وحيا الله الضيف الكريم والمشاهدين جميعا. الحقيقة نحن نعمل ضد الألغام في حقل من الألغام لأن هناك صعوبات كبيرة جدا. أولا نحن نتعامل مع الألغام في الأماكن المحررة، لكن الأماكن الغير محررة وهي المزروعة بكثافة هذه الأماكن يعني لا نستطيع الوصول إليها، وأيضا في أماكن خط النار تضطر القوات إلى فتح ثغرات في حقول الألغام لتمديد المهام. هناك أيضا هذه الألغام زرعت بشكل عشوائي وبدون أي خريطة، وأيضا الزراعة كانت أيضا بشكل هستيري، يعني زرعت الطرقات والبيبان وسقوف البيوت ويعني كل الأماكن التي حتى لا تخطر على البال، وبأشكال يعني بعضها بأشكال أقلام بأشكال أحجار بعبوات ناسفة بأسلاك بألغام مزدوجة بألغام محلية بألغام مستوردة من خامات البيئة، يعني بطرق لا تخطر على بال يعني وبشكل كثيف جدا. نعم. وبدون يعني حتى بدون رؤية عسكرية، لأنه الاستهداف كان حتى للمدنيين حتى للمشاة حتى للمواشي والحيوانات ورعاة الأغنام، فهذه أيضا ثم تأتي رقم ثلاثة وهي المهم وهي ضعف الإمكانات، المجسات الخاصة بالألغام وكاسحات الألغام وأيضا الأجهزة والأدوات الحديثة التي يتم التعامل بها مع الألغام. نحن نتعامل أحيانا بما تيسر من أدوات بدائية أو قديمة، وأحيانا يعني تكون فيها مغامرات ويروح فيها، لأنه كما هو معروف عسكريا
أن مهندس الألغام هو الوحيد الذي لا يستطيع أن يصلح خطأه إذا أخطأ. نعم. لأن بمجرد خطأ بسيط تنتهي حياة الذي يتعامل مع الألغام مباشرة. نعم. وبالتالي هناك مخاطر كبيرة. سيد عبد الباسط، إذا الألغام زرعت بطريقة عشوائية وهو ما زاد من صعوبة كشف هذه الألغام. أيضا ذكرت بأنكم تمتلكون وسائل بدائية، بالتالي لماذا لم يتم التواصل مع أي من الجهات أو المنظمات الدولية والأممية لمساعدتكم وتوفير الأجهزة اللازمة لكشف هذه الألغام؟ بالنسبة للمنظمات الأممية هي تتعامل مع الجانب المدني ولا تتعامل مع الجانب العسكري. نعم. وذكرت لك بداية أن بالنسبة للمناطق المحررة طبعا تم بشكل كامل أو شبه كامل تطهيرها من هذه الألغام، يعني تم التعامل معها بالفرق الهندسية التابعة لمحور تعز وللمركز الوطني للألغام. وهناك أيضا لا ننسى مسام، برنامج مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة. هذا المركز أيضا تعامل مع الألغام بالشريط الساحلي، الشريط الساحلي ومديريات الساحل موزع والوازعية والمخا وذباب، هذه الأماكن تعامل معها وكانت أيضا مزروعة بكثافة. وهناك آلاف الألغام التي تم استخراجها من هذه المناطق وتطهيرها من شبكة الألغام بتعاون من برنامج مسام، لكن نأمل من برنامج مسام أيضا أن يوسع رقعة عمله حتى يشمل كل المناطق المحررة ويشمل كل بقية المديريات في المدينة وبقية أرياف تعز المحررة، لأنه إلى الآن ما زال البرنامج محصور في التعامل في الساحل ومديريات الساحل الأربع. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الباسط، أعود إليك أستاذ ياسر. إذن العمل الحقوقي داخل مدينة تعز يوصف بأنه بطيء، بأنه ضعيف فيما يخص مسألة الألغام، لماذا برأيك؟ العمل الحقوقي لا أعتقد أن هناك محافظة يمنية تشهد حراكا حقوقيا وإعلاميا و حتى ثقافيا اكثر من محافظه تعز. كثير من المنظمات المحليه الدوليه تقارير الخبراء وصلت الى هذه المحافظه، رصدت من هذه المحافظه، لديها راصدين، لديها باحثين، لديها وسائلها للتواصل للبحث للتدقيق في كثير من المعلومات في كثير من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها كافه اطراف النزاع. ما يخص مسألة الألغام أعتقد أن الكثير من التقارير عن منظمات محلية صدرت في هذا الجانب ما يتعلق بكشف هذه الجريمة التي ترتكبها جماعة الحوثي وهي متعلقة بزرع هذه الألغام، إضافة إلى أن تقارير الخبراء سواء تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي أو فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان إليهما كان عرض في تقريريهما الأخيرين هذه الجريمة بشكل موسع. نعم. وخصوصا تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يعيب هذه المحافظة أو العمل الحقوقي بشكل عام، هو أن لا توجد وسائل، لا توجد آليات توصل هذه التقارير، توصل هذه الانتهاكات، توصل هذه الجرائم إلى المهتمين عالميا بهذا بالشأن الحقوقي. نعم. إلى دوائر صنع القرار العالمية التي بإمكانها الضغط على جماعة الحوثي لتخفف أو لتمتنع عن زراعتها للألغام. العيب هنا يعود على الحكومة اليمنية أو على السفارات اليمنية، السلك الدبلوماسي اليمني بشكل كامل. هذا الجهاز بطيء أو متباطئ أو لا يعمل لمصلحة اليمنيين. تعيبون المنظمات الحقوقية التي تعمل بجهد ذاتي، تعمل بإمكانات ذاتية، بإمكانات فردية، بإمكانيات لا ترقى إلى إمكانيات الحكومة اليمنية وإمكانيات الدبلوماسية في الخارج، لكن هذه المنظمات استطاعت أن توصل صوت. نعم. هذه المحافظة وهذه المدينة وأن توصل معاناة الضحايا، وخصوصا في مسألة زراعة الألغام وهذه الجريمة المستمرة منذ سيطرة جماعة الحوثي
على محيط مدينة تعز وكثير من المديريات الريفية. العمل الحقوقي ليس مقصرا في هذا الجانب. نعم سيد ياسر، كيف يمكن الحكم على هذا العمل ضمن القانون الدولي؟ نعم لم أسمع. نعم سألتك عن زراعة الألغام، كيف يمكن الحكم عليها ضمن إطار القانون الدولي وبالتالي محاسبة الميليشيا وملاحقتها؟ دعيني أولا نفرق بين نوعين من الألغام، النوع الأول وهو الألغام المضادة للأسفاد، والنوع الثاني وهو الألغام المضادة للمركبات. بالنسبة للألغام المضادة للأسفاد جرمتها الأمم المتحدة، جرمتها دول العالم في اتفاقية أوتاوا التي صدرت في 97 وصادقت عليها اليمن في العام 98. هذه الاتفاقية تجرم نقل واستخدام وحيازة وتجارة كل ما يتعلق بهذه الألغام المضادة للأفراد. في إحدى نشراتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الألغام المضادة للأفراد مثلها مثل الأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية، بمعنى أن هذا السلاح يجرم استخدامه في الأساس. هذا السلاح يعتبر غير مشروع، وبالتالي فإن استخدامه من قبل أي طرف أو جهة أو طرف في هذا النزاع يعتبر جريمة بحد ذاته. النوع الثاني من هذه الألغام وهو الألغام المضادة للمركبات، هذا النوع لا يجرم، لم تجرمه القوانين الدولية. إنما إذا زرعته هذه الأطراف بطريقة عشوائية بطريقة لا يمكن التحكم فيها، يعتبر هنا زراعته مجرم وحكمه حكم الألغام المضادة للأفراد. ومن خلال ما نشاهده، ما نسمعه، ما يبث في تقارير الحقوقية والإعلامية، نجد أن كل الألغام وضحت الأفراد وضحت الفكرة. ياسر المليكي الناشط الحقوقي، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ عبد الباسط من الناحية العسكرية، كيف يمكن القول أنه كيف أثرت زراعة الألغام على سير المعركة في مدينة تعز؟ الحقيقة بالنسبة للألغام هي تعيق تقدم القوات وهذا أمر معروف، لكن ليست هي العائق الرئيسي والعائق الوحيد، لأن القوات تستطيع أن تتعامل معها من خلال فتح بوسائل هندسية معروفة. يستطيع مهندسي الألغام فتح ثغرات في حقول الألغام لعبور القوات، ويمكن تجاوز حقول الألغام. أكثر الأضرار من الألغام هي أضرار مدنية وأضرار مستقبلية، لأنه معروف أن معركة الألغام هي معركة في حدها الأدنى لثلاثين سنة إلى الأمام، يعني تستمر المعاناة من آثار الألغام، ناهيك عن المقذوفات، بقية المقذوفات التي لم تنفجر، يعني وغيرها مما يمكن أيضا تشبيهه بالألغام أو هو قريب من الألغام. هذه أيضا تظل تدفع فاتورة من المدنيين إلى أجيال قادمة. عسكريا نعم صحيح تعيق حقول الألغام مرور القوات وتعيق التقدم وكذا، لكن ليست هي العامل الرئيسي والوحيد، لأنه يمكن التعامل معها هندسيا ويمكن التعامل معها عسكريا بفتح ثغرات في حقول الألغام وتتقدم من هذه الثغرات القوات المهاجمة. بالتالي ماذا عن الحملات والتوعية بالنسبة للمدنيين لتجنب هذه الألغام وأيضا معرفة كيفية التعامل معها؟ ذكرت لك مسبقا، احنا طبعا نعمل إشارات وعلامات وتوضيحات أيضا للمناطق التي ما زالت يعني موضوعة بالألغام ولم يتم تطهيرها حتى الآن لتوخي الحذر والحيطة فيها، لكن هذه الأمور أكثر ما تكون هي على الجهات المدنية. حتى المنظمات الأممية التي تعمل في مجال الألغام أو تساعد في نزع الألغام، هذه أيضا تتعامل مع المركز الوطني للألغام ومع الجهات المدنية الخاصة بالألغام، لا تتعامل مع الجيش أو مع العسكريين بهذا الجانب. ومع ذلك الجيش يقوم بوفق المتاح له من
يعني تحذيرات ووضع تعليمات. نعم. وأيضا وضع رسوم وأشكال تبين أن هذه المنطقة فيها ألغام وينبغي يعني عدم الاقتراب منها أو يعني الحذر والحيطة أثناء المرور فيها. شكرا لك العقيد الركن عبد الباسط البحر المتحدث العسكري باسم محور تعز، شكرا لك. أيضا أرحب بضيفي الصحفي راكان الجبيحي أيضا من مدينة تعز، مرحبا بك معنا سيد راكان. كيف تقيم عمل المنظمات الحقوقية فيما يخص العمل على تجنيب الناس خطورة الألغام؟ أهلا وسهلا بك. بالنسبة لعمل المنظمات الحقوقية في التوعية أو في تجنب موضوع الألغام منعدم تماما إلا ما ندر وبشكل على شكل مبادرات وتوعية محدودة وعفوية. هناك إهمال لربما قدروا ربما يكون متعمد أو غير متعمد من قبل منظمة المجتمع المدني وكذلك المنظمة الدولية والمتحدة بشأن الألغام. الميليشيات الانقلابية تعمدت عمل زرع الألغام بطريقة عشوائية وعدوانية على محافظة تعز لكونها هذه المحافظة قاومت مشاريعهم ونظرت في سبيل الدولة والشرعية والمدنية. هذه القرابة استهدفت بطريقة أساسية مواطنين ومدنيين، لكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعيدة عن اتخاذ ما يلزم لحماية هذه لحماية المدنيين وحماية المجتمع من هذه الآثار التي تعد مأساة بحق المواطنين، ولكونها أيضا عاقت كل المشاريع المدنية والتنموية والاقتصادية، فضلا عن إعاقة حياة ومجتمع ذلك إلى موجة نزوح بشكل هائل وأثرت حياة المجتمع بأكمله حاضرا ومستقبلا يعني. بالتالي برأيك كيف يمكن الحد من أثر هذه الألغام في المناطق الآهلة بالسكان؟ لا حلول حاليا على مستوى المواطنين بكونهم يتخذون سبيل واحد وهو النزوح بشكل كبير جدا. لا وجود لأي مبادرات من المبادرات الدولية أو أي مراكز دولية تقوم على تجنب هذه الآثار. الآثار الموضوع الألغاب ليس حديث عابر أو موضوع على المدى القريب، بينما آثاره ستظل على المدى البعيد لما بعد الحرب حتى، ستطال المآسي ومعاناة بحق المدنيين سواء على المستوى القريب وأيضا على المستوى البعيد بشكل كبير، بيزداد معاناة المواطنين بشكل كبير، وهذا ضروري لابد من أن يتم مواجهته بعدم السماح للميليشيا الانقلابية من قبل الأمم المتحدة. لابد أن تلعب دور في هذا الجانب لتجنب معاناة كثير من المواطنين والمدنيين، لأن الألغام هي بشكل أساسي تستهدف هؤلاء حاضرا ومستقبلا كما أشرت سابقا. شكرا لك الصحفي راكان الجبيحي، كنت معي من مدينة تعز. أيضا أشكر ضيفي المتحدث العسكري باسم محور تعز العقيد الركن عبد الباسط البحر، وأيضا الناشط الحقوقي ياسر المليكي أيضا من مدينة تعز. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحية معيد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، أيضا هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.